تتفضل السيدة الأولى ليلى حوتي. السيدة ليلى حوتي بروفيسور في علم الأوبئة، تعمل بمركز مكافحة السرطان بولاية وهران منذ سنة 2014، ولها نشاط بيداغوجي متميز بجامعة وهران وسيدي بالعباس في مختلف التخصصات الطبية في سنة 1994، ولها إصدارات علمية وطنية ودولية. تحظى بشهادة التقدير من طرف سيد رئيس الجمهورية وبطاقة ورود. أدعو الآن السيدة زهية كعبوش، أستاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية. السيدة زهية كعبوش ترأس اختصاص الكيمياء الصيدلانية وفرع الكيمياء بجامعة قسنطينة، وهي عضو في عدة لجان نشر وطنية ودولية وخبيرة في تقييم المشاريع. والآن تتقدم السيدة المقدم بايا قرد. السيدة بايا قرد أستاذة في طب أمراض الكلى، تحصلت على دكتوراه في الطب العام سنة 2005، وتخصصت بعدها في أمراض الكلى. تعمل على مستوى المستشفى المركزي للجيش محمد صغير نقاش بصفة رئيس وحدة بمصلحة تصفية الكلى. تتقدم الآن العقيد سعاد ناصري، مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية. العقيد التحقت بالمديرية العامة للحماية المدنية سنة 99 وتدرجت في مختلف الرتب إلى أن بلغت رتبة عقيد. تحظى بشهادة تكريم وباقة من الورود من السيد رئيس الجمهورية. والآن تتفضل السيدة بنا مسعودي. السيدة بنا مسعودي ناسخة للمصحف الشريف للقرآن الكريم بتقنية البراي. تتحصل على شهادة تقدير من طرف سيد رئيس الجمهورية وباقة ورود. تتقدم السيدة فاطمة محفوظي، حرفية في النسيج التقليدي. السيدة فاطمة محفوظي أصيلة ولاية ميمون ومشرفة على مشروع للنسيج بقصر فاتيس بلدية نركوك، وعضو في جمعية الجنوب الكبير للصناعة التقليدية. تحظى بشهادة تقدير من طرف رئيس الجمهورية وباقة من الورود. تتقدم السيدة رفعت زينو، مديرة مؤسسة لصناعة المبيدات الطبيعية. تختص مؤسستها في صناعة مبيدات طبيعية غير سامة، ولقد أسست شركتها منذ سنة 2004، وطورت من أبحاثها مما أهلها لتسجيل براءات الاختراع، وحصلت على عدة جوائز وطنية ودولية. أدعو السيدة بريزة برزاق، صحفية في القناة الأولى للإذاعة الوطنية.
السيدة باريزا برزاق التحقت بالإذاعة الوطنية سنة 88-900 وتدرجت وظيفيا لتشغل منصب رئيسة تحرير البرامج الخاصة والروبورتاج منذ سنة 2007. تميزت بقلم تحريري وغطت النشاط الرئاسي منذ سنة 89-900. ندعو السيدة زوليخة بونار. السيدة زوليخة بونار روائية مستشارة ثقافية، تميزت بكتابة الرواية ودفعها شغفها الأدبي إلى تنويع الدراسات الجامعية. حصلت على شهادة ماستر في النقد الحديث وأخرى في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى شهادة الليسانس في علم الاجتماع. تتفضل السيدة دنيا بوغنبوز مسيرة مؤسسة ناشئة لروبوتيك الأطفال. السيدة دنيا بوغنبوز تخصصت في المالية من جامعة الجزائر وواصلت في ميدان البحث والتخطيط الاستراتيجي بالاعتماد على التقنية الحديثة، وخاضت غمار الابتكار والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية لتتمكن من تأسيس مؤسسة ناشئة تعنى بتعليم روبوتيك للأطفال. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية.